الحكومة الهندية تأمر بفتح تحقيق جنائي جديد وتكوين لجنة قضائية للوقوف على ملابسات اغتصاب جماعي في حافلة للركاب ذهبت ضحيته قبل 10 أيام طالبة في 23 من العمر، ما أدى إلى اندلاع موجة احتجاجات عنيفة في الهند. هذه الاحتجاجات أدت إلى مقتل شرطي وإصابة 100 شخص بجروح من بينهم 60 شرطيا. وقد وعد وزير المالية الناطق الرسمي باسم الحكومة بإجراء تحقيقات جديدة في هذه الحادثة، وقال نريد أن يعي الجميع بأن التحقيقات الجديدة ستتم في كنف الشفافية، وسنحاول من خلالها إيجاد حلول لهذه الأزمة التي امتدت تداعياتها لتشمل مدن أخرى في الهند. التحقيقات الأولية حاولت وفق محامي الضحية طمس بعض الحقائق وتم على إثرها إيداع شرطيين السجن. هذا وترقد الفتاة في غرفة العناية المركزة بالمستشفى، حالتها الصحية لا تزال حرجة وفق الأطباء إثر تعرضها لنزيف في الأمعاء بعد أن قام المتهمون 6 بضربها بقضبان حديدية قبل أن يلقوا بها خارج الحافلة.